خلنا أكون بعد أكثر شفاف. مشكلتنا في الرؤية اللي وضعتها الدولة، أو خلنا نقول الاستراتيجية، خطة التنمية، ما بيقول الرؤية، قدر تكون الرؤية حلوة، لكن استراتيجية الخطة التنمية وضعت بناء على خطط الوزارات، ما يعني ماكو شيء جديد. يعني أنا ما ماشيت الرؤية، أنا ماشيت اللي أنا بقدمه كوزارة وورق وجمعه وأعطيه حق وزارة التخطيط أو الأمانة العامة للتخطيط، يسجلون هذا إنجاز، وهذا يسجلون إنجاز. هذا أنت عمل روتيني مطلوب من عندك. يعني شنو الإنجاز اللي سويته؟ شنو الإنجاز اللي سويته؟ أنا عندي رؤية، لما أتكلم عن رؤية البلد تحويلها إلى مركز استشاري أو مركز اقتصادي ومالي، وعندنا رؤية الجزر وتطوير الجزر. فقط يعني واحد لما يفكر، أنا واحد من الناس اللي داعمين لهذه المشاريع العملاقة، لأن نحاكي الواقع اللي ننتظره في سنة 2040 راح يستغني العالم عن تقريبا كل النفط، يعني كطاقة. مصانع السيارات في أوروبا حاطة ديدلاين، يعني بعضها 2020 وبعضها 2025 إن آخر استخدام، وآخر استخدام فعلي مشتقات النفط للبنزين وغيره راح يكون بسنة 2040. أنا وين بروح بنفطي؟ حتى لو كنت ما أتكلم عن مكامل، ما أتكلم عن يعني وجوده بالسوق أو وفرته، هو راح يتم العزوف عنه والتحول عنه كما تحول العالم عن الفحم. نعم. إذن أنا أحتاج فعلا رؤية تنقذ الواقع اللي أنا فيه. لما أتكلم عن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، أنا محتاج قطاع للتدريب يسد احتياجات الدولة، أنا محتاج تعليم تطبيقي يسد احتياجات الدولة، أنا محتاج تعليم جامعي يسد بعطيك أرقام. بس لحظة أنا بكمل.